صار بين على البيت وصار معنا اكسيدون، نقطت ايدي وقتها من هون رحت كوما 14 نهار انا. تكون شرب ولا ايده ولا شرب. من بعد ما تعرفت على بيونكس لبنان اهتمام سوبر رائع. قلت له ما بدي اقطع سنه جديده بلا مظهر. اف بشكرها كثير كثير والله لبتني كثير، اعطتني السعاده والفرح، اعطتني حياه تانية. انا صرت امشي هيك انا حتى بالصور اتصور صفية اتصور هيك كنت معقدة فيه ما فيي اتصور. انا بدي اقول لاهلي بيي امي واختي سيرينا عمرها 6 سنين ميرسي لكم، ميرسي على وقفتكم حدي ما تركتوني ولا نهار. لو ما عندي اهل هيك كنت انا حالتي غير. انا بتعرف انا شو انا شربل يوسف قوه وصلابه وايمان. انا كل ما اطلع عند شربل اطلب منه بروتاز اتحققت بنفس انا 20 شهر هلا مخلص هلا 2 طالع اتشكر. انا زلمة من فوق القطارة انا عندنا السيدة ايمن فيهم كتير 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 صار فيك كأنه اعملها هيك. انا عم صلي بعيد ما سيدنا المسيح هالسنة يحيي تيك السنة ما كانت العيد العشاء وهي كانت غصة حتى اهلي كانت غصة. اول شيء اول فرحة بعد الحادث اول جمعة هالسنة عيد كتر خير الله بعيد ميلاد يسوع المسيح قدم لي بعد 2.5 سنين صارت ايدي بروتاز مفضل شركة بيانانكس. والله فرحت كتير قد ما اوصف قد ما خبت هيك قد ما تنزل دموعي قد ما المسمة فرحت كبيرة. اكتر فرحة فرحت اليوم بحياتي. بتمنى على عالم تلجوا يسوع المسيح والله بيعطيكم القوة. شربل واسمي سيرينا وانا بدي اتشكره لجوجو لانه ركب له عيد لخيي وانا كثير بحبك جوجو وبهالعيد بدنا نقول لك بون فات. عملنا شيء كان من الاجمل على قلبنا نعمله هالسنه كان طلب من شربل انه يكون مركب ايده قبل عيد الميلاد. عملنا انجاز خلال 5 ايام كانت خلصت الايد وشربل اليوم كان عم بركبها بهالعيد اللي هو اصلا للفرح للعطاء وللمساعده. بدنا نعيد كل العالم بعيد الميلاد.